سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. عنقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. همة تعد ولا يعد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. العلوم الهندسية أو مادة العلوم الهندسية الحصة الثانية كهربية، نبدأ بمحرك التيار المستمر اللي هو في الحصة الفائتة كان تكلمنا عن مولد التيار المستمر، وقلنا المعادلة الأساسية بالنسبة للمولد اللي هو يا بيساوي ف زائد ت في ميم دال، ودي جبناها من الدائرة المكافأة بالنسبة للمولد، بمعنى انه القوة الدافعة الكهربائية اكبر من الفولتية، لانه هي بيساوي لي الفولتية زائد هبوط الفولتية، دي القوة الدافعة الكهربائية في المولد. طيب المحرك، التعريف الاساسي بالنسبة للمحرك جهاز بيحول الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية، اللي هو عكس شنو؟ عكس المولد. المولد جهاز بيحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربائية. التيار المستمر هو التيار الثابت مع الزمن في اي لحظة. طيب طالما انه احنا المحرك بنديه كهرباء، معناه اتجاه التيار لو لاحظت لي في المحرك بيكون للداخل. اذا كان عندي مثلا دفع اللي هو 200 فولت، لما نمر لي تيار في المقاومة الداخلية هنا بيحصل هبوط بتاع فولتية. اذا كان هبوط الفولتية الحصل هنا مثلا 10 فولت، معناه القوة الدافعة الكهربائية اللي هو يا بتكون لي 190 فولت. يبقى انا من الارقام دي داير اجيب المعادلات بتاعتي. عندي ال 200 بيساوي لي ال 190 زائد كم؟ زائد العشرة. ال 200 بتمثل الفولتية اللي هو ف، وال 190 هنا بتمثل لك شنو؟ اللي هو يا، زائد العشرة بتمثل هبوط الفولتية اللي هو التيار في المقاومة الداخلية، وحتكون دي معادلة واحد بالنسبة للمحرك اللي هو لو لاحظت ليها عكس المولد، عكس المولد، لأنه أنا في المولد لو داير أجيب ف من هنا طوالي زائد ت في ميم دال تمشي في الطرف اليمين، هتبقى لي ناقص ت في ميم دال. شوف هناك ف بتساوي ي زائد ت في ميم دال. يبقى دي المعادلة بتاعت التوليد، ودي المعادلة بتاعت التحريك، التحريك الميكانيكي والتوليد الميكانيكي. طيب من المعادلة واحد، أنا لو داير يا بجعل يدي موضع القانون اللي هو زائد ت في ميم دال تمشي في الطرف الثاني، يبقى يا بيساوي ف ناقص ت في ميم دال، وتبقى دي معادلة كم؟ معادلة 2. برضو عكس المعادلة بتاعت المولد، بتاعت المولد اللي هو يا بيساوي ف زائد، بتاعت المحرك هي بيساوي ف ناقص، ناقص ت في ميم دال. من المعادلة الأولى نفسها، أنا لو داير التيار، لو داير التيار أول حاجة يتمشي في الطرف الثاني، هتبقى لي ف ناقص ي بيساوي ت في ميم دال. أنا داير التيار، ما داير التيار في المقاومة الداخلية، معناه حاقسم الطرفين على شنو؟ على ميم دال. ميم دال مع ميم دال بتنتهي، يبقى طب طوال التيار ت بيساوي ف ناقص ي على ميم دال، وحتبقى معادلة كم؟ معادلة 3. يبقى ت بيساوي لي ف ناقص ي على ميم دال. طيب لو ضربنا المعادلة الأولى في ت، ت في ف تساوي ت في ي زائد تطر ب في ميم دال. طيب بالنسبة للمحرك تفية دي بتمثل لي القدرة الخارجية، وتطر ب في ميم دال إذا كان في المحرك أو المولد، الاثنين بتمثل شنو؟ المفاغيد أو القدرة الضايعة. معناها تفيفة دي بتمثل لي القدرة ياتا الداخلة، القدرة الداخلة بتساوي لي القدرة الخارجية زائد المفاغيد في أي آلة كهربائية. القدرة الخارجية زائد المفاغيد تديني القدرة ياتا، القدرة الداخلة.
طيب من هنا عرفنا المفاغيد، قلنا عبارة عن قدرة كهربائية مقدارة تطربيع في ميم دال بتتحول إلى قدرة حرارية وبتأثر تأثير مباشر على كفاءة الآلة، وكل ما زادت المفاغيد كل ما قلت الكفاءة، وكل ما قلت المفاغيد كل ما زادت الكفاءة. يبقى أنا من هنا لو داير أعرف الكفاءة، الكفاءة يا جماعة في أي آلة محرك مولد هي في النهاية القدرة الخارجة على القدرة الداخلة. يبقى التعريف الأساسي بالنسبة للكفاءة هي النسبة بين القدرة الخارجة من الآلة والقدرة الداخلة إلى الآلة، وتحسب كنسبة مئوية، ولا توجد آلة كفاءتها 100% إلا الآلة ياتا الآلة المثالية. والآلة المثالية دي هي اللي بنفترض إنه ما فيها مفاغيد. طيب من هنا للمولد الكفاءة بيساوي لي القدرة الخارجة على القدرة الداخلة أو المولدة في كم؟ في 100. طيب الخارجة بيساوي شنو؟ تا في على الداخلة بيساوي شنو؟ تا في فا في كم؟ في 100. لو قلنا دي معادلة واحد بالنسبة للكفاءة بتاعت المحرك، نشيل تا مع تا، هتبقى لي بيساوي شنو؟ يا على فا في كم؟ في 100، ودي معادلة 2. طيب لو رجعنا لازم نعمل مقارنة بين المحرك والمولد. طيب لو رجعنا للكفاءة بتاعت المولد، الكفاءة بتاعت المولد فا على يا، بتاعت المحرك يا على فا، يا على فا. بنفس الفهم أنا ممكن أقول الكفاءة بيساوي لي الخارجية على الخارجية زائد المفاغيد، نفس القانون، الكفاءة بيساوي الخارجية على الخارجية زائد المفاغيد أو المفقودات أو القدرة الضائعة في 100، وحتكون معادلة كم؟ 3. طيب الخارجية دي بيساوي شنو؟ تفي، يبقى تا في على الخارجية هي نفسها تفي زائد المفاغيد هي شنو؟ تطر ب في ميم دال في 100. ممكن اطلع تا اللي واحد تبقى لي شنو؟ تا في على تا غوص يا زائد تا في شنو؟ في ميم دال، لانه طلعنا تا خارج الغوص، تم على تم على انتهت. يبقى يا على يا زائد تا في ميم دال في كم؟ في 100، ودي معادلة كم؟ 4، وهي نفسها المعادلة 2. هي نفسها المعادلة 2، كيف؟ ف بيساوي لي شنو؟ يا زائد ت في ميم دال، بس بدل ف خدينا يا زائد ت في ميم دال. يبقى أنا القوانين ممكن أطوعها على حسب المعطيات بتاعت المسألة، على حسب المعطيات بتاعت المسألة. نشوف مثلا مثال، قال لي محرك تيار مستمر، محرك تيار مستمر مثلا غاف دال كاف المنتجة اللي هو في المحرك 220 فولت. إذا كان التيار اللي هو التيار مقصود به تيار عضو الإنتاج 10 أمبير، والمقاومة الداخلية برضو مقصود بها مقاومة عضو الإنتاج، المقاومة الداخلية مثلا 2 من 10 أوم. أحسب أنا عندي القوة الدافعة الكهربائية، وعندي التيار، وعندي المقاومة الداخلية، معناها دايرين شنو؟ دايرين فرق الجد أو الفولتية. طيب في المثال ده طوالي انا حشوف المعطيات بتاعتي، المعطيات الاساسية بالنسبة للمسألة، واشوف القانون اللي بيناسب المعطيات. طيب محرك تيار مستمر غاف دال كاف المنتجة، القوة الدافعة الكهربائية برمزها بالرمز شنو؟ يا، بيساوي 220 فولت. اذا كان التيار ده تا بيساوي كم؟ 10 امبير،
والمقاومة الداخلية، المقاومة الداخلية ميم دال اللي هو كم؟ 2 من 10 أوم. أحسب فرغ الجود اللي هو فا مفقودة. طيب أجي أرجع للقوانين بتاعتي، فا تساوي يا زائد تفي ميم دال. أجي أكتب طوال القانون، فا بتساوي يا زائد تا في ميم دال، وأطبق تطبيق مباشر، يا بكم؟ 220 زائد التيار بكم؟ ب10. في المقاومة الداخلية بكم؟ ب2/10. يبقى طوالي بيساوي لي 220 زائد 10 × 10 = 2، يبقى بيساوي لي كم؟ 222 فولت، لأنه وحدة قياس فرغ الجهد أو الفولتية اللي هو شنو؟ الفولت. طيب كثير جدا يعني الخطأ دائما بيكون وين يا جماعة؟ الخطأ بيكون في الجزئية دي. كيف؟ في زول قبل ما يضرب يجمع ال 220 زائد ال10، بعد ذاك يضربها في 2/10. وطبعا دي من الأخطاء اللي بيقعوا فيها الطلاب. عشان كده دائما أول حاجة لازم شنو؟ لازم تضرب، بعد ذاك تجمع، اللي هو 10 في 2/10، اختصرنا ال10 مع ال10 باقي لي كم؟ باقي لي 2، ال 2 زائد ال 220 اللي هو 222 فولت. الفولت هي وحدة قياس فرغ الجهد أو الفولتية أو القوة الدافعة الكهربائية، كلها بنقيسها بشنو؟ كلها بنقيسها بالفولت. طيب في مثال ثاني قال لي محرك تيار مستمر فرغ الجهد، عندي القانون الأساسي بتاع التيار ف ناقص على شنو؟ على ميم دال. فرغ الجهد مثلا 200 فولت، إذا كان المقاومة الداخلية مثلا 100، إذا كان المقاومة الداخلية مثلا 2/10 أوم، وغاف دال كاف المنتجة اللي هو يا مثلا 196 فولت، احسب شنو؟ احسب، لاحظوا عندكم فرغ الجهد، عندكم المقاومة الداخلية، عندكم القوة الدافعة الكهربائية المنتجة، دايرين شنو؟ دايرين التيار، دايرين التيار. طيب انا لو داير التيار اول حاجة بشوف المعطيات بتاعتي، فرغ الجهد اللي هو ف بيساوي كم؟ 200 فولت. اذا كانت المقاومة الداخلية اللي هو ميم دال، ميم دال ب2/10 أوم، وغاف دال كاف المنتجة اللي هو يا بيساوي كم؟ 196 فولت، تم لا تم مفقودة. طوالي برجع للقانون 3، القانون 3 بيقول لي تا تساوي ف ناقص يا على شنو؟ على ميم دال. يبقى طوالي اجي اكتب القانون بتاعي، تا بيساوي ف ناقص يا على ميم دال، تا بيساوي لنا ف بكم؟ 200 ناقص يا بكم؟ 196 على ميم دال بكم؟ ب2/10 او 2/10. يبقى طوالي اول حاجة انا بعملها 200 ناقص 196 اللي هو بيساوي لي 4/2/10، عدد صحيح على كسر، يبقى حتبقى لي 4 في 10/2 في الواحد في الاثنين، يبقى 2 في 10 بكم؟ ب20 امبير، ب20 امبير. ده لو كان داير مني شنو؟ لو داير مني التيار. يبقى يا جماعة بالنسبة للكفاءة بنفس القوانين، لو داير مني مثلا الكفاءة بتاعت المسألة دي هتكون يا على ف. طيب يا بكم؟ 196، ف بكم؟ ب200، هتبقى لي 196/200/100، لأنه الكفاءة بتحسب كنسبة شنو؟ كنسبة مئوية. يبقى ده مثال ثاني
بالنسبة لمحرك التيار المستمر، وزي ما قلنا المحرك جهاز بيعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية أو حركية، إلى طاقة ميكانيكية أو الطاقة الحركية. المولد عكسه، المولد عكسه جهاز يعمل على تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، لكن المولد إحنا ممكن نشغله كمحرك. كيف نشغله كمحرك؟ المولد فيه جزء ميكانيكي وجزء كهربائي. إذا كان فصلنا الجزء الميكانيكي ووصلنا الجزء الكهربائي لمصدر بتاع قدرة كهربائية، معناه طوال المولد بيشتغل ليه كمحرك، المولد بيشتغل في الحالة دي كمحرك. طيب مثال في محرك التيار المستمر. طيب محرك تيار مستمر، فرق الجهد بين طرفيه مثلا. هنا في المثال الأول كان داير فرق الجهد، لكن احنا هنا في المثال ده اداني فرق الجهد. فرق الجهد بين طرفي مثلا 250 فولت. إذا كانت المقاومة الداخلية، وزي ما قلنا يا جماعة المقاومة الداخلية هي مقاومة عضو الإنتاج، مثلا 4 من 10 أوم، والتيار المار، واللي هو التيار المار ده هو برضو تيار عضو الإنتاج، والتيار المار 10 أمبير، عندي الفولتية وعندي المقاومة الداخلية وعندي التيار، معناه داير شنو؟ أحسب غاف دال كاف المنتجة، اللي هو القوة الدافعة الكهربائية المنتجة. طيب كيف نحسب القوة الدافعة الكهربائية المنتجة؟ نجي نشوف المعطيات بتاعتنا. طيب محرك تيار مستمر فرق الجهد بين طرفيه ف بكم؟ 250 فولت. إذا كانت المقاومة الداخلية اللي هو مقاومة عضو الإنتاج ميم دال بكم؟ 4 من 10 أوم، والتيار اللي هو ت بكم؟ 10 أمبير. أحسب غاف دال كاف المنتجة اللي هو داير شنو؟ داير يا المقاومة الداخلية يا جماعة أو مقاومة عضو الإنتاج اللي هو مقصود بها الملفات الموجودة داخل أو المقاومات الموجودة داخل الآلة نفسها اللي هو بنقول عليها المقاومة الداخلية. طيب يا بيساوي لي شنو؟ إحنا لو لاحظتوا قلنا يا في المولد بيساوي ف زائد ت في ميم دال، يا في المحرك بيساوي ف ناقص ت في ميم دال. طيب هنا في المولد قلنا يا بيساوي ف زائد ت في ميم دال، لانه القوة الدافعة الكهربائية المنتجة داخليا في المولد اكبر من الفولتية او فرق الجهد. في المحرك قلنا يا بيساوي ف ناقص ت في ميم دال، لانه فرق الجهد بين طرفي المحرك اكبر من القوة الدافعة الكهربائية. عشان كده يا في حالة التحريك الميكانيكي بيساوي ف ناقص ت في ميم دال، يبقى طوال يا بيساوي ف ناقص ت في ميم دال. بمعنى انه شنو؟ بمعنى انه مفترض اللي هو يا بيساوي لي ف ناقص ت في ميم دال، معناه يا دي مفترض تجيني اقل من شنو؟ اقل من ف في المحرك. يبقى طوالي ف بكم؟ 250 ناقص التيار بكم؟ ب10، المقاومه الداخليه بكم؟ 4 على 10. وزي ما قلنا اول حاجه نعملها شنو؟ ننتهي من العملية بتاعة الضرب. يبقى طوالي حساوي لي 250 ناقص كم؟ ناقص 4، اللي هو بيساوي لي كم؟ 246 وحدة قياس القوة الدافعة الكهربائية المنتجة هي شنو؟ هي الفولت. ده مثال تاني بالنسبة لمحرك التيار المستمر.
محرك التيار المستمر. تكلمنا عن المحرك والمولد في الحصة الفاتت، تكلمنا عن المولد، وفي الحصة دي اللي هو تكلمنا عن المحرك بتاع التيار المستمر. وزي ما قلنا جبنا الفروق الأساسية بين بالنسبة للمحرك والمولد، وتكلمنا عن التيار المستمر في الحصة الفاتت، قلنا عبارة عن تيار ثابت مع الزمن. التيار المستمر عبارة عن تيار ثابت مع الزمن، وقلنا التيار المتردد بيكون في شكل بتاع منحنى جيبي أو موجة جيبية. دي الفروق الأساسية بين التيار المستمر والتيار المتردد والمحرك والمولد. وقلنا الفيض المغناطيسي برضو في المستمر ثابت، وفي المتردد بيكون في شكل بتاع منحنى جيبي. فرغ الجهد في المستمر ثابت، وفي المتردد بيكون في شكل بتاع منحنى جيبي. طيب نشوف مثال ثاني في محرك التيار المستمر. طيب في المثال الاول كان داير مننا التيار، في المثال الثاني اللي هو كان داير من في كل واحده من ديل يا جماعه، في كل واحده من ديل انا لو داير الكفاءه طوال شنو؟ يا على ف، يا على ف. هنا برضو لو داير الكفاءه يا على شنو؟ على ف. في دي برضو لو داير الكفاءه اللي هو يا على ف. هناك اللي هو كان بنقول فعل شنو؟ فعل يا. طيب محرك تيار مستمر غاف د الكاف المنتجة اللي هو القوة الدافعة الكهربائية المنتجة مثلا 196 فولت، 196 فولت. لأنه أنا داير شنو؟ 196 فولت بالنسبة للقوة الدافعة الكهربائية المنتجة. إذا كان فرق الجهد اللي هو فرق الجهد بتاعي أو الفولتية مثلا 200 فولت، أنا عكست بس المسألة، 200 فولت، والتيار 20 أمبير، والتيار 20 أمبير، أحسب المقاومة الداخلية أو مقاومة عضو الإنتاج، المقاومة الداخلية أو مقاومة شنو؟ أو مقاومة عضو الإنتاج. طيب لاحظوا معاي للقانون بتاع التيار، قلنا التيار اللي هو تا بيساوي ف ناقص يا على ميم دال، تا بيساوي لي ف ناقص يا على ميم دال. أنا داير شنو؟ أنا داير ميم دال، معناه لازم اجعل ميم دال لموضع القانون. اذا كان التيار اللي هو المقام بتاعه واحد بالضرب التبادلي اللي هو حتبقى لي تا في ميم دال بيساوي ف ناقص يا، وانا داير ميم دال معناه حاقسم هنا على شنو؟ على تا، وهنا على تا مع تا مالا انتهت، يبقى ميم دال او المقاومه الداخليه مفترض تساوي لي ف ناقص يا على شنو؟ على تا، ف ناقص يا على. طيب يبقى القانون الاساسي بالنسبه للمقاومه الداخليه في المثال ده، بعد ما نطلع المعطيات بتاعتنا نقوم نوجد المقاومه الداخليه اللي هو بالقانون ده. نشوف المعطيات، محرك تيار مستمر غاف د الكاف المنتجه 196 فولت، القوه الدافعه الكهربائيه اللي هو يا شنو؟ يا 196 فولت. إذا كان فرغ الجهد 200 فولت، فرغ الجهد اللي هو ف بيساوي 200 فولت، والتيار اللي هو تبي كم؟ التيار ب 20 أمبير، أحسب المقاومة الداخلية ميم دال مفقودة. طيب ميم دال بيساوي ف ناقص يا على تا، ف بكم؟ ب 200 ناقص يا اللي هو القوة الدافعة الكهربائية بكم؟ ب 196 على التيار بكم؟ ب 20. يبقى طوالي حنقص ال 200 من شنو؟ من ال 196، هتبقى لي كم؟ 4 على 20 اللي هو شنو؟ اوم، 4 على 20 اوم. دي اللي هو المقاومة الداخلية، لأنه 200 ناقص 196 اللي هو الباقي كم؟ باقي 4،
وعندي اللي هو التيار بعشرين أمبير. طيب ممكن اديني مزالة يكون داير فيها حالتين، يكون داير فيها حالتين، كيف؟ مثال احسب، او اذا كان محرك تيار مستمر خليه يحسب في النهاية، محرك تيار مستمر فرغ الجهد بين غرفيه مثلا 200 فولت. اذا كان المقاومة الداخلية مثلا 4 من 10 اوم، احسب غاف دال كاف في الحالتين، تمام؟ الحالتين دي شنو؟ الف اذا كانت الآلة مولد، اذا كانت الآلة مولد، المولد معناها حيكون معطي لانه مولد بيدينا تيار مثلا 10 امبير. ب محرك، والمحرك بيأخذ تيار، اذا كانت الآلة محرك اخذ تيار 10 امبير. طيب بعد ده على حسب الآلة انا بشتغل، نشوف في المعطيات بتاعتنا القوة الدافعة الكهربائية او فرق الجهد بين طرفيه ف بكم؟ ب 200 فولت. اذا كانت المقاومة الداخلية اللي هو ميم دال بكم؟ ب 4 من 10 اللي هو شنو؟ اوم، مقاومة الداخلية 4 من 10 اوم. طيب انا داير شنو؟ الف داير كمولد يبي يساوي لي شنو؟ طوالي الف يا كمولد بيساوي ف زائد ت في ميم دال، ده كمولد. يبقى طوالي اجي اطبق تطبيق مباشر، ف بكم؟ ب 200 التيار. شوف كمولد معطي تيار كم؟ 10 امبير في ميم دال بأربعة على كم؟ 4 على 10. طوالي العشرة مع عشرة يبقى 200 زائد كم؟ زائد 4 اللي هو 204 فولت اللي هو القوة الدافعة الكهربائية. ده كمولد. دايرين نشوف الحالة الثانية اللي هو كمحرك. كمحرك طوالي يبي يساوي شنو؟ ف ناقص ت في ميم دال. ف ناقص ت في ميم دال اللي هو طوالي ف بكم؟ ب 200 ناقص التيار اللي هو حيكون 10، المقاومة الداخلية ثابتة في الحالتين اللي هو 4 على 10، 200 ناقص 4 اللي هو حتكون 196 شنو؟ فولت، اللي هو دي في حالة شنو؟ في حالة المحرك. ختاما في الحصة اللي هو تكلمنا عن محرك التيار المستمر، عرفنا المحرك، الحصة اللي فاتت عرفنا المولد، عرفنا المعادلات الأساسية بالنسبة للمحرك، حسابات فرغ الجهد والقوة الدافعة الكهربائية والتيار والكفاءة. وفي ختام حصتنا نتمنى التوفيق لكل الطلاب. أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم تنامى. إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم تنامى. في سماء المجد والحلم تنامى.